ولكن المسؤوليه الاساسيه للتيار الديمقراطي لانه في 15 يوم اللي قضيناهم نحن التفاوض كان التفاوض في اغلبيه 70-80% منه كان حول مطالب التيار الديمقراطي وكانت الاستجابه لهم وبقيه الشركاء المتوقعين تحت الشعب اختلاف الكرامه هذم شركاء في الحوار وهذم مطالبهم كانت في اغلبها معقوله فقط التيار الديمقراطي هو اللي طلب مطالب احيانا كانت غير معقوله وان شاء الله يكشف هذا للناس حول الشرطه العدليه وحول هيئات الرقابه ومع ذلك لما نحن وافقنا على هذه المطالب لم يجد التيار الا انه يغادر لكن المغادره كانت بدون اسباب حقيقه او بسبب واهي جدا. السيناريو القادم اي معنى ايديكم ما زلت ممدوده؟ بالطبيعه نحن ايدينا ممدوده للجميع بما فيهم اصدقائنا التيار الشعب تحيا ايدينا ممدوده في كل وقت لا اعتراض لنا على اي مساهمه ولكن نحن سنكون الى جانب سيدي محمود الجملي رئيس حكومة مكلف سنكون إلى جانبه مصممين داعمين دافعين نحو تشكيل الحكومة في أقرب وقت ضاع ياسر وقت الوقت المتبقي يكفينا لتشكيل الحكومة بالتأكيد ولكن لازمنا ننزل شوي شكرا لك سيد نور الدين هل تؤكد يعني استمرارية الاتصال بالأحزاب الرافضة لتشكيل الحكومة؟ لا ما نأكدش استمرارية الاتصال مش بأيدينا استمرارية الاتصال ولكن إذا هم عندهم رغبة في أي شكل من أشكال المشاركة وفي مراجعة موقفهم لأنهم هم المخطئين في حسب رأينا إذا عندهم أي معناها رغبة في المشاركة فأيدينا ممدودة لهم في كل وقت سي نور الدين قلت الي الاعلان على الحكومه سي حبيب الجملي باش تكون في الاجيال الدستوريه بعد شهر تمديد ما عادش الوقت ما عادش يسمح برشا هل باش نشهدوا اقتراب وفي وجهه نظر ما بين حركه النهضه وحزب قلب تونس بالحكومه المقبله؟ لا الحكومه ستشكل من الكفاءات التي سيتصل بها وسيعمل معها سي حبيب الجملي ما تماش حديث على هل الوقت يسمح اللي سي حبيب الجملي باش يبدا من اول وجديد يعني يسمح يا حبيب الجملي ماهوش راقد معناها ونحن كنا متوقعين في وقت من الاوقات على انه سيناريو الانسحاب وارد واحنا في وقت من الاوقات يوم الاثنين اللي فات 16 في ديسمبر اعلنا احنا حركه نهضه على تعليق الحوار وكان ثم مؤشرات انه مش مستمرين ولذلك نحن فكرة حكومة كفاءات هذه واردة جدا والآن بعد الحقيقة فشلنا يعني الاتجاه نحو حكومة هذه المبادرة ستذهب تونس إلى حكومة الأقرب أن تكون حكومة كفاءات شكرا.